جايز اليوم انا كثير مبسوط عشانه عيد ميلادي، وانا متاكد اصحابي كلهم مخططين لي مفاجآت، فرح اكتشف شو هي طول اليوم. جايز هذا صديقي الصدوق محمد، صلي بعرفك قد ايه؟ 25 25 سنة يا لطيف. ما خد اليوم نعمل مساج. I'm here. دخلي. أكثر مساج مريح بالعالم. This is the guy. Thank you for the wonderful massage. Irakli. Irakli. Thank you. رائع. خلصت المساج. شوفوا المنظر من أرماني هوتيل. رايح على البركة. ما أحلى الواحد يقضي عيد ميلاده. مدلل مرفه. استجمام واسترخاء. أختي حكت معي تليفون قالت لي حضر حالك، هي مفاجآت جايين اليوم على العشاء، فما عندي أي فكرة إيش، بس جدا متحمس. يا ريت عيد ميلادي يكون كل يوم عشان محمد ياخذني على الارماني هوتيل يعمل لي مساج واسترخاء وكذا. شكرا محمد. رجعت على البيت ورح اجهز حالي اروح على العشاء اليوم، وبس حبيت اشكر كل حدا بعث لي معايد عن طريق الفيسبوك، تويتر، انستغرام، سناب شات او اي مكان ثاني. انا متاكد انه في مفاجاه اليوم بس مش عارف شو هي، فقالوا لي بس اجهز على الساعه 7:30 رح نيجي ناخذك ونروح مكان، فبخبركم شو هي المفاجاه كمان شوي. جايز جيت على مطعم اسمه نوفيكوف، واختي اللي فاجأتني بعيلتي واصحابي بعشاء بهذا المكان، فكتير مبسوط. وهذا هو المكان، الطاولة تبعتي هناك، سمون هون، مبسوط كتير وعن جد مبسوط كتير.